حاجه. انا الانسان اللي كانت عنده الرغبه انه اكيد انه غادي يوصل، وانه يعني الى 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 بغى يقرا ولا بغى يجتهد ولا بغى يبحث، ان ملي ليا راه قريبه يعني. الانسان اللي عنده باسبور يقدر يمشي، لانه كما كاين واحد الكتابه انه يعني انها تعتبر ثاني كتابه في افريقيا بعد كتابه الاسكندريه كما اظن، انه كما يعني بالاضافه كذلك انه كنت انه مجموعه من المسائل انه غير في من الاسواق، انه الكتب المستعمله متوفره يعني بكثره في الاسواق. السؤال السبيل بالنسبه اللي ما يقرا روايات الاسباني ولا الاسباني، يعني شنو الاعمال اللي كتنصحوا نقراها ك متابعين؟ وانه يعني انه يعني الانسان اللي يقرا الادب الاسباني يبدا مجموعه من الروايات او القصص يعني صغيره قصيره الحجم، وانه ذات اسلوب يعني بسيط وسهل، وهذا الشيء انه يقدر انه يكسب مجموعه داك يعني باش نقراو. حتى واش عندنا ذاك الصبر باش اننا نكملوا كتاب، ربما ما نوصلوش بعض الصفحات ونمشيو مثلا فيسبوك او الانترنت ولا اي وسيله اخرى. بغيت نعرف يعني شنو ما وجهه النظر ديال كل واحد فيكم على حسب هاد المساله، شكون كيأثر فيكم اكثر؟ واش كت كاين مغريات، كاين بحال مثلا كاين الانترنت كتخلي ان الثقافه كوبي كولي، ما كتخليكش انك تبحث، ما كتخليكش انك تجلس في ميم با بيسي، تجلس في 25 دقيقه 30 دقيقه مع مجرد البحث كتلقى موضوع جاهز كتسديه كتحطه كتعطيه الاستاذ. كذلك ما كاينش باش من الانترنت وتحصل يعني نسيتي فهمتي واحد الجانب لانه اللي هو المتعه، متعه القراءه في يعني وضعيه اجتماعيه صعبه، سواء عندنا غير في, 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 في الروايه الاسبانيه لا نوبيلا بيكاريس، كاين واحد الروايه سميتها اللاثاريو دي تورميس. لاثاريو دي تورميس يعني كتبات هذه الروايه اللي كانت واحد يعني العنصر ادبي جديد سميتها لا نوبيلا بيكاريس كما كنعرف يعني الترجمه ديالها باللغه العاميه. ثقافه، حنا ما عندناش ثقافه القراءه، بالعكس نشوفوا مثلا غير البلد القريب في اسبانيا كتمشي في التران في المترو كتمشي جالس كتلقى ان الناس في الوقت فين ما كيكون عنده شي وقت فارغ كتلقى كيجبد المراه كتجبد الساك ديالها، الشخص كيكون هاز معاه الكتاب ديالو كيقراه، لانه كاين واحد الثقافه نتاع القراءه. حنا ما عندناش الثقافه نهائيا، ماشي لانه الكتاب صعيب نوصلوا ليه ولا انه خايب ولا بالعكس، خاصه نهضر على التجربه ديالي انا كنت نقرا قريت حتى في المغرب واحد العدد، ولكن صراحه عمري ما قريت شي روايه، كنت داير علمي عمري ما قريت شي روايه جهلا بالروايه، علما انني كاين راني في النظام التعليمي. شنو هو المشكل؟ المشكل ما كاينش ثقافه، وبالعكس انا فاش بديت كنقرا قريت بعض الروايات كتلقاها بالعكس انه عالم مشيق، عالم زوين كيعطيك ثقافه، بالعكس ان الروايه كتشدك اكثر من المسلسل. الانسان كيتبع واحد المسلسل كتلقى انه مشوق كيتفرج وما كيقدرش يفلت الحلقه، وراه حتى الروايه راه اكثر من المسلسل اكثر تشويقا، وبالعكس الروايه فيها واحد الحاجه زوينه انك تقراها فوقاش ما بغيتي، وتقطع داك المسلسل ولا داك الحصه تقطعها فوقاش ما بغيتي. غنساهموا فيه كاملين، بالتالي كاين اسئله غنجاوبوا عليهم، جوج كاين سؤالين نجاوبوا عليهم. هل الانترنت بديل للكتاب؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، هل الانترنت وسيله لتسويق ودعم الكتاب؟ عندنا باراتوكس، دونك عندنا يعني كاين جوج يعني حاليا ما يناقش بانه كيتقال بان الانترنت جاء باش يعني يمحي كاع الكتاب سميتو من الوجود. دونك يعني رغم انه الكتاب انه 4 قرون 5 قرون هو خدام من طباعه جوتنبرغ، كاين يعني بدات اختراع طباعة جوتنبرغ 1400 1500، نت كان بين العسكر ان ريزو يعني كان ريزو بين لي ميليتير في امريكا واسمو دارو. دونك يعني الفو يفكروا باش يديروا النصوص يدخلوهم في الانترنت حفاظا يعني باش يوسعوا دائره المعرفه، فكروا في واحد الاسبوعين باش يوسعوا دائره المعرفه. وكل مكتبات يجي كتسماو دابا حاليا جيكونتيسك بيبليوتيك، المكتبات الكبرى باش يخلقوا واحد الفضاء مفتوح، هذا الشيء فكروا في 71 باش يخلقوا واحد الفضاء مفتوح للجميع عندهم لاكسي للمعلومه، هذا الشيء في امريكا.
في اوروبا مشى في هذا الاتجاه وحاليا كاين الكتاب دفع افكار ديالو يعني في هذاك الشيء الموازات. السؤال اللي طرح عندنا حنايا انه الكتاب ما كنتعاملش معاه ثقافه شفويه سواء عربي ولا فرنسي ولا مزيري كما كانت يعني ماشي مجتمع كي ما كتكتبوش بزاف يعني هنا يعني سي لغه الثقافه ديال اللغه من الحكومه حتى المواطن البسيط هذه سي رياليتي وكتشوفوها انتم براسكم يعني كديروا شي حاجه يوميه ما كتوثقوش في الوقت انه في اللغه بتاع عندهم لي فياريوس يعني كي جوني يعني كون كتعرف هذا الشيء يعني كاين اي حاجه كتوقع كيكتبوا يوميات ديالهم واش مخرج اليوميات المخرج خرجت لي بلوغ خرجت في 97 علاش غير باش يعني نتواجد في الانترنت بالافكار ديالي ونوصلها دونك السؤال مطروح انه كاين واحد الفجوه هما اخترعوا كتاب الانترنت ولكن اون ميم طون كانت حقوق الملكيه الفكريه حقوق يعني التقليد والجامعات يعني كانت بالموازات كتطور حنا جينا الشفوي الانترنت البارادوكس كاين فجوه حاليا كنناقشوا بين كاين صراع شان الجنوب كاين اغنياء وفقراء كاين الفجوه الرقميه واحد يمتلك المعلومه والاخر يمتلك المعلومه وهذا الشيء اللي كتشوف انه كاين كتاب كيسوى مثلا 100 اورو يعني ميم با ان كليك لو مون دو كليك كما قال الاخ البارح سل لا لا خو مسلكي ولا واحد الحكي العزيز قال استنى مون دو كليك كتكتب 100 ديال الكتاب كتليجارجي وتقراه اجور تقراه اجور في الوقيته يعني هذه كان واحد التيار اللي جا انه ما يسمى بالمعلومه البديله انه انا كنناضل باش نوفر المعلومه لهذوك الناس في الجنوب ولا اللي ما قادينش يشريوه واللي ما عندهمش امكانيات باش يوصلوا داك الكتاب ولكن السؤال مطروح هنايا واش حنا مستعدين باش نستقبلوا هذه المعلومات كامله هذه نقطه زوج انه واش هذا الانترنت خدمناه بواحد الطريقه اللي ممكن يعود علينا بواحد الفضل ونكونوا في الجانب العلمي والثقافي اكثر من الجانب الترفيهي حيت اصلا الغربيين خرج هذا الانترنت هذا الهدف ديالو انه يوصل المعلومه فريمون ويتواصل ويخلق واحد جغرافيا اخرى جغرافيا بدون حدود هي جغرافيا كونيه وفي واحد الوقت يعني في واحد يعني يخلق واحد الزمان وما يعني زمان ومكان يتداخلان واحد في امريكا اللاتينيه واحد في المغرب مثلا ممكن يكونوا ان كونتاكت ويناقشوا يعني طور لي طابلات ديال ايباد وسمارت فون وهي حوامل القراءه مودرن وغيبقاو يطوروا فيهم الى درجه انه كاين واحد جريده واحد كمبيوتر داروا له واحد لا فورم ديال الجريده كتقلبوا هكا وهم دخلوها هذه المره في الاخر اسمها سامسونج جالاكسي اس وسمارت كاين وفيه واحد لوبسيون الاخر ما عنديش التليفون هنايا كنا نريد لكم شي حوايج دونك يعني سامسونج كتسكاني مثلا عندي كتاب من كتاب واحد بغا شي عطيه نخرجو فوق ما كيخرجش لك الكتب يخرجو كيقال واحد بك يعني كتاخذ الكتاب هنايا وكتسكاني في الاخر بالتليفون ربع ساعه كتسكاني صافي كتحولو بي دي اف كيبقى ديالك دونك يعني هما هو متاح يعني السؤال اللي غنجاوبو عليه انه فريمون لا تكنولوجي خدمت الكتاب وصلتو للناس ولكن المشكل اللي كاين انه كنناقش الفجوه الرقميه كنناقش تعاطي الانسان مع الانترنت كاين واحد التراجع يعني ما كاينش الاهتمام داك النقطه ديال 6 دقائق اللي الدقائق اللي كيقرا المغربي في العام واحد الكاريكاتور قالوا لي محمد قبيله انه ممكن تعاودها محمد بلاتي واحد الكاريكاتور انه يعني فوقاش كيقراو يعني الناس الاخر شي حاجه كيتذكروها مين كيمشيو يعني يدفنوا شي واحد ويقراو واحد سبحان ربك رب العزه هادشي اللي عقلو هادشي اللي كيقرا يعني غير كاريكاتير يعني كترحموا على بنادم ترحموا على الثقافه ديالو ترحموا على اي حاجه دونك يعني فوق يعني خصنا نكونوا ايجابيين التحديات اللي كاين في الانترنت فريمون التحديات الحريه للجميع اي واحد ممكن ياخذ اللي يبغى وكاين التحدي الثاني حريه الملكيه الفكريه حقوق الملكيه الفكريه انه شي حاجه ديالك ممكن ياخذها واحد اخر دونك دون متابعه هذا تحدي وكتكون المعلومه معرضه المعلومه تكون معرضه للاخر معرضه للتشويه ولهذا بالنسبه للطلبه الجامعيين في البحوث الجامعيه
ان ليان ما كتعتبرش مرجع، ما كتعتبرش مرجع لو ليان، يعني كتقول مرجع هو هو الرابط ماشي مرجع، حيت غدا غيتبدل المرجع هو الكتاب كما كان ترجع للاصل. كما عندي واحد الجمله هنا عجبتني انا، تشربي قهوه ولا ياتي ولا عصير ولا افوكا ولا اي حاجه، الاصل هو الماء، الماء هو الاصل. تقراي في الانترنت ولا في جريده ولا اي حاجه، الاصل هو الكتاب. يعني سي سي يعني هذا علاش هذا الطفل هذا ما نعلمولوش بروغراماسيون، كيفاش يبروغرامي داك اللعبه اللي خرجوا له فيه العون، يدير شي لعبه ديالو يبروغرامي، يتعلم يبروغرامي بعد ما كيضيع وقت 4 أو 5 سوايع مع الانترنت مع الكمبيوتر، يتعلم اليات ديال بروغراماسيون. غدا مور غدا يتعلم لاغوريتميك، واحد 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 النظام في الاخر، نظام في الكمبيوتر واش ممكن يدير. مثلا محرك البحث يعتمد على واحد التقنيه سميتها خوارزميات الورق. جات فكره قريتها في واحد المقال انه في احدى المدارس اليابانيه اليوم كيقول لك اي تلميذ غادي يجي الا معه ايباد، ما بقاتش الورقه ولا ستيلو ولا معزن الايباد، وراه تما كيقرا في كسمته. فوقاش نهضر على القضيه ديال الفيسبوك، يعني هنا في المكتبه اللي تحت ما كيتخدمش وهنا كيتخدم. كاينه دراسه امريكيه في واحد الجامعه امريكيه كتقول لك بان 94% من بين الناس اللي كيخدموا الانترنت ماشي كيخدموها، يعني الانترنت هي اللي كتخدم هاد الناس. الوغ 94% كتخدمهم الانترنت، باغ كونتخ كنلقاو 4% ديال الناس هما اللي كيخدموا الاخر.